اليوم تعيش ساكنة تطوان ونواحيها تحت رحمة نزعم أجود الأراضي الفلاحية الموجودة وسط تطوان في إطار مشروع قيل عنه على أنه مشروع تهيئة واد سهل متين، بالإضافة إلى مشاريع أخرى لانتزاع ملكيات أراضي أخرى مطلة على البحر الأبيض المتوسط على طول الشريط الساحلي بأثمنة جد بخسة من أجل إعادة بيعها من طرف هذه اللوبيات التي تسيطر على دواليب الدولة تحت غطاء نزع الملكية من أجل إعادة بيعها في إطار مشاريع سياحية غير منتجة وفي إطار أبخس الأثمان للملاكين الحقيقيين الذين يعانون اليوم في هذا النهار هذا من التشريد من أراضيهم ومن عدم التوعية ومن السمسرة التي تقام عليهم من طرف جميع الجهات. الآن كارثة حقيقية في مدينة تطوان، والمسؤول عليها هو المسؤول على الدفاع على الأراضي الفلاحية للآن بعد فشل ديالو في مخطط المغرب الأخضر أصبحوا يبحثون عن الأراضي القريبة من المجال الحضري خصوصا في مدينة تطوان والسواحل من أجل تفويتها في إطار مشاريع لنزع الملكية في مخالفة صارخة للخطاب الملكي وفي تعويضات جد هزيلة. إذن النتيجة هو أن المغرب يسير بفضل هاد الأشخاص اللي كيعتبروا رأسهم فوق القانون وكيعتبروا مؤسساتهم أصبحت مؤسسات مقدسة في الوقت اللي جلالة الملك رفع القداسة عن نفسه أنهم محميون وأنهم يزيدون يوما عن يوم في انتهاك حقوق المغاربة في حقهم في العيش الكريم وحقهم في أملاك أجدادهم وحقهم في تعويضات حقيقية ومسعفة.